اي اف ام احلى راديو. نص النهار وست دقائق على اي اف ام. انا وائل توكابري سعيد بملاقاتكم من جديد. كنت نكون اسعد لولا الظروف. تحياتنا وين ما كنتوا، خلود مبروك، ترجع لكم ان شاء الله في شهر اوت. ردوا بالكم على ارواحكم في 90 دقيقه. اهم الاحداث في تونس متابعه خاصه طبعا للوضع الوبائي الخطير جدا. نذكروا اعلان الحجر الصحي الشامل في الويكاند في تونس العاصمه، هذا اللي صرح به الشريبو على قوالي تونس. من بعد شويه نرجعوا طبعا على العدد الكبير من الولايات اللي تعرف ازمه عميقه وعميقه جدا، وخاصه على مستوى المستشفيات الكبرى. ازمه الماء زادت تزيد في معاناه ومأساة التوانسه. ارقام قياسيه في عمليه انقطاع التوزيع، خاصه انه خريطه العطش تعطي تونس باكمل وكامل ولاياتها تعرف انقطاع تقريبا مزمن. بعد شويه نحكي وزاد على ثقه التوانسه او تشاؤم التوانسه بالاحرى في مؤسساتنا ومسؤوليننا. الثقه انهارت، خلينا نقولها بكل صراحه، وخاصه في الرئيس سعيد الادنى. الثقه هذه ومستوياتها منذ توليها الحكم من تقريبا عامين توا. ضيفنا اليوم يكون السيد زهير المغزاوي من عام حركه الشعب، اخر كتله نافذه تقريبا مسانده للرئيس اللي يقول يجب اعلان الحرب على الوباء. من بعد شويه نستقبل السيد زهير المغزاوي. اقبل الفريق وكالعاده سفيان بن حميد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شكرا على الحضور. شكيب الدرويش اهلا. اهلين وصحتين زد. ان شاء الله للتونس الكل. طارق الكحلاوي مرحبا يا وائل. اهلا بكم، مرحبا بكل المستمعين وباحلام العبد اللي السيده المعده. مرحبا بك وائل، عايشك. الزابينك العاده بعد شويه معاك. اي في الزابينك باش نسمعوا اليوم التصريحات اللي كان ادلى بها رئيس الجمهوريه في اللقاء الاجتماعي اللي جمعوا مجموعه من القيادات الامنيه والعسكريه في الويكاند. كما باش نسمعوا زيادة اخر التطورات في علاقه بالحزب الدستوري الحر اللي يبدو انه هو باش يمثل امام الفرقه الامنيه بالعوينه، تناعوا على هذايا ومزيد من التصريحات فاسمعوهم في الزابينك. فرحان متغشش كالعادة مع كامل الفريق. وضع السبيطارات نحكيوا على نسبة الثقة طبعا، على انقطاع توزيع المياه في أغلب المناطق والولايات، وطبعا مؤشر الثقة كذلك والتشاؤم عند التوانسة. لكن قبل، الوضعية حرجة مقلقة جدا، ممكن تكون حتى على أبواب الانهيار يقولوا البعض. في سبيطار الشار نيكول، في الياسمينات، في بن عروس، يقولوا في القروان الوضع أصبح تقريبا استابل خلينا نقولوا. لكن تونس العاصمة وتونس الكبرى حتى تعرف للأسف درجة عدوى وكذلك وفيات أرقام قياسية للأسف. معنا الدكتور نزار العذاري يا جماعة، هو رئيس اللجنة الطبية بمستشفى الشار نيكول. السبيطار يعيش أصعب فتراته عبر التاريخ، يقولنا نداء استغاثة أطلقوا للدكتور. المستشفى فاق طاقة استيعابه من 97، من 1997 ما شافش وضعية خلينا نقولوا بالسوء ولا حتى أكثر، سمحني حتى نقولوا غالب المأساة هذه. السبيطار في حاجة لكل شيء، كونسنتراتور دوكسيجين، معدات طبية، وحتى ماكلة للمرضى. دكتور نزار العذاري أهلا وسهلا بك. عسلامة عسلامة مرحبا. دكتور لو تصفلنا المشهد، الوضع كيفاش عندكم في السبيطار؟ والله الوضع بدون تعليق، يعني الوضع وضع خطير وخطير جدا. هذا هو ما عشناش نقول ولا حرج ولا دقيق. الوضع اليوم هو وضع خطير وخطير جدا في مستشفياتنا الكبرى بالخصوص. احنا كما قلت لسيادتك، انا منذ 97 موني في المستشفى، دخلت في مستشفى شهر نيكول. اليوم ما شفتش الحق وضعيه كما اللي قاعدين نعيشوا فيها ونمروا بها اليوم. وضعيه معناها موس الانسان مش نجم يعجز، الانسان مش نجم يعلق عليها. الاشكال هو معناها توا احنا واحد يخاف منه اكثر الاسابيع القادمه شنو نمشي فيه. خاطر اذا كان نشوفوا توا الاعداد تاع الاصابات اللي قاعدين نسجلوا فيهم من الاخر، هذوما اعداد تفوت برشا معناها التصورات تاعنا، والنتيجه نتاعها مش تكون في الاسابيع القادمه. معناها اذا كان اليوم احنا وصلنا للوضعيه هذه في الزوز اسابيع اللي مازال مش يشوفوا قدام ثلاث اسابيع شنو نمشي فيه بالضبط. هذا هو السؤال. يعني تتوقع انه عدد الاصابات طبعا وعدد ممكن حتى المرضى اللي في حاله حرجه وخطيره باش يتفاقم باش يزيد، وما عندناش الامكانيات باش نجابه الشيء هذا. احنا توا يعطيك الصحه، هو بالضبط كما قلت سيادتك، هو احنا توا اليوم متجمدين معناها من الصباح لليل. احنا ما عرفنا شكون يروح، باش يروح الصباح ولا العشيه، باش يمشي يروح يوصل الدار ويرجع. معناها الناس تخرج من الصباح لليل، ناس مرضى بالكوفيد. عندنا توا تقريبا 20% من الاعوان المرضى بالكوفيد يمرض 10 ايام بالضبط، يبدا مازال معناها
كي شد روحه شوية يعاود يرجع للمستشفى. ناس عندها زاد أمراض مزمنة من قبل قاعدة تعالج في ناس أخرين، عندنا الكوفيد والنو كوفيد مش كان الكوفيد بركة. كما كما البارح حادث مرور كبير معناها استخدم زاد شارنيكور، معناها بين ثم تقريبا 300 حالة استعجالية في اليوم بدون الكوفيد اللي تلقاها القسم الاستعجالي. تصوروا أنتم مع العدد الكبير هذا نتاع الحالات الاستعجالية العادية، زيد لهم تقريبا 70 ما بين 70 و 80 إنسان قاعد راقدين في الاستعجال الكوفيد يستناو في فرش الفوق. احنا كل يوم قاعدين نزيدوا في طاقة الاستيعاب، لكن نزيدوا بإمكانياتنا البشرية المحدودة بالإمكانيات اللي موجودة، لكن ثم طاقة زادة وثم ثم ثم جميل ثم خاطر إذا كان مش جديد أكثر ثم يلزمك ثم اعتمادات أخرى يلزمك توجد باش تنجم تزيد خزانات أخرى نتاع أكسجين وتنجم باش تنجم تزيد تقبل أكثر المرضى. هذا هو المطلوب. توا المطلوب اليوم معناها احنا ماناش طالبين حتى شيء، لأن طالبين ذا كل جهة لا طالبين حتى شيء. احنا ماذا بينا احنا نخدموا قاعدين توا معناها نخدموا صباح وليل، لكن نحبوا الإعانات. ماذا بينا الناس تعاوننا كما الناس عاونوا في الموجة الأولى وبارك الله فيهم. الموجة هذه أخطر وأخطر بكثير، لكن ماناش قاعدين نراو في الإعانات اللي خاصة المستشفيات الكبرى. ماذا بينا اللي نجم نشريو لي كونسونتراتور دوكسيجين هذوما 10 لتر مش 5 لتر 10 لتر باش نجمو نكيهو بالمرضى نتاعنا في المستشفى كما ينبغي ونوفروا لهم الاكسجين على الاقل. معناها تكون نديه كبيره. واضح دكتور، وانا سمعتك الحقيقه كان نداء استغاثة كما قلنا، وجهته للمواطنين، وجهته زادة بطريقة غير مباشرة لوزارة الإشراف، تقول ما عدا الطاقم الطبي وشبه الطبي والإداري داخل المستشفى الباقي الكل ولا حياة لمن تنادي. شنو اللي صاير بالضبط؟ وحدكم قاعدين تخدموا؟ احنا شوف ما نحبش نجبد أرقام، انا مش نقول لك احنا معناها كوزارة الصحة مسيبين وحدنا، سمحني في الكلمة، على خاطر توا تجي تشوف تلقى عندنا ديون مثلا اللي زلنا ناخذها من عند فيتنام تقريبا ما بين 780 مليار ما خذيناهمش فلوسنا اللي احنا باش نتعاوننا ونجموا نواجهوا الحرب هذه. ما ثماش اعتمادات خاص، ما ثماش اعانات. كيفاش الانسان مش نجم يقف على تقييد بالعدد الكبير هذا؟ والناس تعرف اللي تعرف اللي مرضى كوفيد وقت اللي يوصلوا في المستشفى هما ناس ما تخلصش، هما جائحه وعندهم الحق المواطنين، لكن كل يوم يوقف فيه انسان في الانعاش يتكلف 2000 دينار على المستشفى ويتحمل مصروف المستشفى فقط. اسكو هذا معقول؟ بربي توا احنا في حرب، معناها في حرب ضد الوباء، حرب معناها نتاع تونس كامله ضد الوباء، يتحملها المستشفى المصاريف هذه، يتحمل هو المستشفى في حد ذاته معناها عنده عجز مالي، كلهم عندهم عجز مالي المستشفى الكبار، جيت معناها يتحمل هالمصاريف وحده، ما ثماش ناس اخرين تنجم تحمل معنا المصاريف هذه نتاع اللي قاعدين معناها نتحملوا فيها احنا كمستشفى. هذا هو معناها والله قاعد نهضر ونقعد ذات مانيش لاقي تفسير. كل التضامن دكتور. تقولوا حتى الماكله للمرضى ناقصه، حتى الماكله ناقصه مرضى صابون. احنا تو من ابسط الاشياء تعاوننا، اي حاجه اي انسان نجم يعاون يعاوننا كمستشفى مرحبا به وبارك الله فيه. هذا سبيطار في قلب العاصمه التونسيه من اعرق واكبر السبيطارات في الجمهوريه، تخيل باقي المستشفيات شكيب الدرويش ويحمل اسم شارنيكول اللي ماخذ جائزة نوبل ومن دراك. اما انا سواري فاجئني بشيء الدكتور وقت اللي قال اطار طبي ولا شبه طبي 20% منه مريض بالكورونا وتعذر عليه انه يعزز معنا الموارد البشريه في شارنيكول. حبيت نسال انا اثار هذا فيا سؤال، ما قديش نسبه التلقيح بين الاطار الطبي وشبه الطبي في شارنيكول؟ تقريبا 50%. وعلاش 50 الاخرين مش ملقحين؟ ويفترض التلقيح يمنع عنه الحالات الخطيرة وينجم يكونوا طوى اليوم معاكم راه يعاونوا فيكم على الكورونا. علاش 50%؟ رقم مفزع هذا يا من الأرقام السوداء اللي لازم نحكيو عليها. 50% من إطار طبي وشبه طبي في شارنيكول ماهوش ملقح. هو ثم برشا معناها أسباب، ثم ناس من دول ما حبتش تقيد يعني على كيفه هو ما يحبش يلقح. حتى أخلاقيا نحكي أخلاقيا مش قانونيا ولا جزائيا. اجباريه ماهوش اجباري، لكن كيما يلقح توا الناس ولا تحب تقيد ولا تحب تلقح. لكن لازم تعرف اللي معدل الاعمار كبيره زاد تاع الناس اللي تخدم في المستشفيات واللي ثم الانتداب ما صارش مده 3 سنوات، معناها واللي يخرج للتقاعد ما يلقاش التغيير نتاعه وتعويض. واحنا توا اللي معناها في اشد الحاجه ليه هم العمله الناس اللي باش تنظف، اللي بالناس اللي باش تعاون تمد الماكله اللي باش يتلهوا في المريض، معناها في التو من الناحيه الطبيه انا موجودين احنا والحمد لله، لكن شكون باش ينظف المريض؟ شكون باش يعاون؟ فهمني عاد فهمني تو انتم ناقصين طبه وفرامل ولا ناقصين كان عوان واكتفيتم بالطبه والفرامل؟ وخلنا نفهموا زين. بالخصوص
احنا نختم على كل شيء لكن ايه وكانك تغطي على موضوع التلقيح لاني حسيتك دكتور سامحني كانك تلقى في اعذار اما لقحناش مش مشكلة لا لا نعطيك الواقع لا مش مش كيفاش مش مشكل كيفاش عاون صحة ما يلقحش ما واحد من يجمش يقبل لو عقلنا العوان الصحة هم معرفين الخطر وهم الناس اللي يلزمهم يلقحوا لكن كلمة التلقيح ماهوش إجباري فما برشا ناس عندها عامل معايا من دون ما كانوا متخوفين من التلقيح ما حدوش يلقحوا تو ولاو يقيدوا معناها ويحبوا على التلقيح هو إحقاقا للحق الدباء في العالم الكل إجبارية التلقيح 50% بالمئة نقص موارد بشرية وائل راو كمام راو حاجة كبيرة نسبة متدنية جدا تفضل دكتور نزار العذيري نذكر رئيس اللجنة الطبية بمستشفى الشر نيكول هو طول الإشكال هو في العمل طول احنا حشتنا بيه من العمل اللي بشي نظف اللي بشي يمد ماكلة متاع المريض اللي بشي نظف المريض اللي بشي هذي معنى الحاجة الأكيدة معنى ماذا بينا يقول الآليات بما أنه معنيش حق الانتداء كل آليات أخرى جديدة معناها باش نجمه نتعداو هالوضع هذا ونجمو معناها ندخلوا ناس حتى تخدم بصفة عرضية ومعناها باش نجمو يعاونوا المرضى معناها دكتور نزار العذيري طارق الكحلاوي معنا دكتور على السلامة عشان انا حبيت جوست نسال انه النقص هذا على مستوى العمل خاطر انا شفت في الجونس نتاع الرابطه مثلا المواطنين المواطنين هما اللي قاعدين يلعبوا دور العمل معناتها يمشيوا لاعضاء العائله ويمشيوا هما وفي بعض البلايص الاخرى في القروين مثلا فما جمعيات يجيو متطوعين هما يدخلوا مع العائله ومع اي لكن هذه معناتها اختر على بقيه اعضاء العائله واختر على المتطوعين هذوما اذا كان يجيو متطوعين توا ويلعبوا الدور هذيا زاده هما المفروض يلزمهم يلقحوا في اقل الاحوال باش ينجموا يلعبوا الدور هذيا وعلى الاقل يتم تدريبهم بشكل خاطر الناس اللي شفتهم انا بتاع العائلات ما همش لبسين الحاجات اللي تنجم تقيهم من العدوى يعني المشكلة مضاعفة مش فقط على مستوى الناس اللي بشتعاون بل كيفاش الناس هذية مش تنجم تتصرف بدون أنها تنقل العدوى هي بيدها بطبيعة هو أي واحد إنسان طبعا مش يدخل بني جمش من نهار نور يدخل مش يدخل في الكوفيد هو بيتوه إحنا بيتعلموا شيء بس وطوريه الأخطار بتاعوا يزموا ذلك كيف يكون بالتلقيح هذا مما لا شك فيه انتم عندكم اعضاء العائله هما يعني هما اللي يقوموا بالاعانه لهنا بالنسبه لا 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 هذا هو هذا ماهوش مانيش قاعدين ندخلوا احنا توا حد اذا كان دخل باش يدخل وثلاث يدخل لعائلته معناها هما الممرضين عندهم التعليمات باش يعطيوه يلبسوه كمان ولا يلبسوه معناها بدله خاصه راه فهمت اذا كان فما في الاستعجال الناس تدخل ساعات هكاك من غير ما يفيقوا فيهم وكل الشغل موجود انت ميل للاسف ما لدينا مواطنين الا تخاف شويه من الحكايه هذه ما يخش في كوفيد هكاك معناها الانسان الواحد مش معني دكتور لو تسمح باش نختم معك بعض الاكتواليتي اللي تجينا هك على المباشر الحديث ولا اصبح على متحور جديد اسمه ايبسيلون متحور طبعا للفيروس الكورونا وهو يقولوا اشد خطوره من الدلتا يعني الهندي ويقاوم حتى اللقاحات شو عندكم في اللجنه صحيح هذا معناها هو ما فهم حتى لقاح هو ناجع على الفاريانت واحنا راهو معناها الكوفيد راهو نفس نعيشوا فيه على الاقل ثلاث سنوات اخرى. وي هذه التوقعات زاد خلينا نقولوا مش البيسيميست لي بلوز اوبتيميست شكرا لك دكتور نزار العذيري رئيس اللجنه شكرا على الصراحه ونداء الاستغاثه هذا ان شاء الله يوصل اذان المسؤولين وحتى المواطنين اللي قادرين انهم يمدوا يد الاعانه ونحن طبعا كل التضامن معكم ونشدوا على ايديكم وعلى ذمتكم في اي وقت لو عندكم اي نداء من اي نوع تفضلوا في كل وقت نرجعوا للبلاتو طارق الكحلاوي وانتي كنت اول من بعث بفيديو اللي صاير في الشهر نيكول بن عروس وزدنا شفنا اليوم في بن عروس في الياسمينات زاد متغشش باش نكون واضحين وصريحين الكلنا متغشين فما يكون فرحان اليوم على الضغط اللي صاير في المستشفيات وهذا سيتي بريفيزيبل الارقام انا فما جدول اللي كان فما امكانيه ان يحطوه لنا الولايات اللي يعكس عدد الاصابات لكل 100,000 ساكن في كل الولايات من اول الى منتصف جوان من اول الى منتصف جوان حب نقول مش توا مش جويليا من اول الى منتصف جوان هذه الاخر الارقام الجدول اللي من اول الى منتصف جوان يورينا اللي تقريبا اشتر الولايات التونسيه بالخريطه بالارقام فاتت المستوى نتاع 200,000 مصاب لكل 200 مصاب لكل 100,000 ساكن اللي هو ديجا درجه الخطوره القصوى هذه وقتاش نعاود اول الى منتصف جوان
وقاعد تلي الوضعية مازالت نقولوا نحن مازالت تحت شيء الأرقام واضحة ومتوفرة للجنة الطبية واعطيتها اللجنة الطبية للجنة العلمية ناطقة رسمية اللجنة الطبية جات لهنا نهار الجمعة وائل وسمعناها شنو حكيت وماذا بيا أنا نتفاعل على أساس الحاجات اللي قالتهم وقالت بكل وضوح نحن قاعدين نقولوا في أشياء ويتم تجاهلنا بكل بساطة واقترحوا بعكس اللي قالوهم بعد ما اقترحوش ستة أسابيع اقترحوا جمعتين جوست باش يخفوا مستوى العدوى جمعتين حظر شامل تم تجاهلهم قالوا ليه ما الحظر الشامل نجم نوصلوا لنسبة صفر إلا ما نعملوا ستة جمعات يعني أما نوصلوا نسبة صفر وإلا تتخذ معناه دونك تم تجاهل الأرقام وتم من قبل عدد من الولايات اللي عندهم الأرقام هذه تجاهلوا أيضا تطبيق الإجراءات والمبادرة لتطبيق أي إجراءات دنيا لحماية الناس قال شنو اللي باش تصير مشاكل اجتماعية مع الناس القرار السياسي من جديد يتغلب على القرار العلمي لا مش مشكل القرار السياسي يتغلب من القرار السياسي شنو التقدير بتاعه شنو الأولويات اقتصادي اجتماعي وقت اللي القرار العلمي هو بتاع الصحة بتاع الصحة خاطر ساعات تولي نخسروا في الشيرتين الاقتصادي خاسر وتزيد الناس تموت لكن كانت واضحة المؤشرات مع وسط جوان واضح الجدول هذي أنا رأى من أهم الجداول اللي خرجت ومن أهم المؤشرات اللي خرجت من 1 إلى 15 جوان أكثر من 200 حالة لشطر الولايات بتاع تونس بما فيها جزء من الولايات بتاع تونس الكبرى وتم تجاهل الموضوع هذي الحاجة الأخرى خلينا نذكره اللي في جوان الوضعية ما كانتش بالخطورة متاع تو بداية جويلة يعني الأرقام هذي باش تتفاقم أكثر فوالا هي المؤشر شنية القدرة متاع أي لجنة سياسية تشرف على الصورة هو تغزر القدام تغزرنا من هنا الجمعة جمعتين إذا كان ما نعملش حاجة توا شو باش يكون التأثير عليها من هنا الجمعة جمعتين ثلاثة أربعة جمعات لهنا ألف خطية ماسك حبيت نذكر وفي الأثناء دعوات يا جماعة للتظاهر أي نعم الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى مظاهرة عارمة وكان لزم نهبطوا بالألاف في شارع الولايات المتحدة في المقر متاعه طبعا الجديد نوعا ما يعني الوقتي في شارع الولايات المتحدة طبعا تعرفوا فما إضراب في قطاع التأمين والبنوك وقالوا هيا نهبطوا ونتظاهروا في وسط هل وباء في وسط هالأرقام هذه سامحوني من عرش كنت اعتبروها حاجة عادية هذه ولا لا حاجة نحب التوينسة يركزوا عليها والثاني هذي بعد اشتر الثاني متاع جوان من وسط جوان 30 جوان أغزر الأرقام مليح عنا سليانة 800 منوبة 800 بيجة 600 تونس 600 زغوين 600 القيروان 500 تطاوين 500 هذايا حسب نسبة الإصابات لكل 100,000 ساكن عنا أكثر من شطر الولايات حمرة وين الاستشراف الأدنى يا رسول الله أخينا ستي بريفيزيبل أنا نوصل الوضعية هذية والضغط هذية شنو قالت الدكتور العذيري قال لك رانا نحسر وإحنا وحدنا شو معناتها وحدنا ما فماش قايد سفينة نحب أقول لك حاجة وائل شفت احنا في الظرف هذايا الصعيبة نهارة الجمعة هذايا تعرف وقت يروحوا القيادات متاع الدولة في البلاد من القصبة مروحين مصعتين متاع القايلة مصعتين متاع القايلة القصبة فارغة قيادة البلاد قيادة الحكومة فارغة ناس روحت لديارها مصعتين نعقلوهم بالكرهب راهو كانت تقولوا كيفاش نعرفوا ما نعرفوش بالنسبة ليهم الوضع هذايا يسمح بعطلة ووضع عادي وسير عادي لمؤسسة الدولة الرجل قال لك نحن مع حاجتنا تو سامبل مو يجيبونا حتى ماكله مواصلين فاصل ونواصلوا شكيب الدرويش سفيان بن حميد لكم الكلمه بعد لحظات نص نهار 26 دقيقه في 90 دقيقه مواصلين الحديث طبعا الوضع الكارثي خلينا نقولوه المنظومه الصحيه على وشك الانهيار هذا اللي قاعدين نلاحظوا فيه ما نحبوش نقولوا الكلام بطريقه هكا مباشراتيه نوعا ما لكن هذا واقعنا يا جماعه حتى مستشفيات العاصمه والمستشفيات زعما التاريخيه والكبرى والعتيقه بين ظفرين قاعده تعرف في وضعيه وتعيش في وضع صعيب لدرجه ما نتخيلوهاش الا ما شفنا الفيديوهات في الويكاند كما شفتوا شارل نيكول والياسمينات اليوم في بن عروس وكما كنا نشوفوا في القروان وان شاء الله ربي يفرج علينا الكل نرجع معك شكيب درويش شوف انا نحب حاجه وحيده زاد لازم نحكيوها ويحق الحق بها انه زاد راه لي فاريون هذوما اوسع واكثر انتشارا معناه قبل الدلتا شيء وبعد الدلتا شيء اخر ممكن اللي جاي اسوا واسرع معناها انتشارا لكن نحب نقول حاجه انا علاش تو لا مهم عندي والله سفيان ومركز معاه اني ما عادش نحب نعوم الموضوع مش نعوم سمك ما عادش نحب نعوم حكومه مسؤوله رئاسه ايجي نجيو للتفاصيل كي نجيو للتفاصيل تطلق برشا ناس مسؤولة على الموضوع ذاك اللي قلته طول الطبيب وأنا عندي المعلومة هذه برشا في القطاع الصحي ما لقحوش ترش معنا ما تلقحش ولا
معناها تمرض، معناها تشد دار، تنجم تكون عبء على وزارة الصحة وتخلي بقعة ثمينة جدا في أنك تقف مع البلاد هذه ومع الدولة ومع ناسك وأحبابك في مقاومة الكورونا. هذا يلزم يتقال، هذا يلزم يتقال، هذا واحد. اثنين، موضوع التسخير. مش خرج وزير الصحة قررنا سخرنا طبة ومش نسدوا حاجيات القيروان وغير القيروان. سيدي نأكد لكم، صفر طبيب مسخر التحق بالمستشفيات اللي سميناها القيروان ولا سيدي بوزيد ولا غيرها. حاجة ثالثة، برشا معاش حبوا يخدموا الكوفيد من إطارات طبية شبه طبية. حاجة رابعة اللي فاجأتني اليوم وائل، انه ثم عركة بين السبيطارات. شو كي نحكيو على شارنيكال، راو نحكيو على إتابليسمان بوبليك أكاركتر سانيتير، معنا عندها ميزانيتها وعندها فلوس. هذاك علاش حكي لك هو توا على الكنام اللي بحاول توش فلوس، لان ما عندهم استقلال المالي والاداري نتاعها. يا سيدي فما عركه بين السبيطارات، شبينا نهز اكثر منك. اليوم فما عركه بين شارنيكول والرابطه معنا سبيطار، مع سبيطار عبد الرحمن مامي. شبيك ماكش قاعد تهز كيما نحن نهزه؟ نحن فاتحين 100 سرير اكسجين وريانيماسيون وغيره في شارنيكول وفي الرابطه، وسيادتك ما فاتح كان 45 سرير كاو. وعلاش وزير الصحه يضغط علينا باش نزيدوا وما يضغطش على عبد الرحمن؟ فما عركه كبيره بيناتهم على فكره. راه فما مساله هل البي بي بي هذه الشراكه عام خاص في موضوع الصح، ولا طبيب من القطاع الصحي التحق بالقطاع العمومي بالمستشفيات كلهم في الكلينيكات ياخذوا في 3 و4 مرات الاجره نتاعه. بمعنى زاد فما مشكل هنا، مشكل اخلاقي، مشكل وطنيه، مشكل سيادي، مشكل انه مشكل حكومه، انه قلبه لا. حبيت اقول لك معنى مش كان حكومه ولا تقول لي اه فماش وراهم حكومه باش تضغط وتسخر واللي ما يتسخرش يتم اخذته جزائيه. ولكن هات نبداو بينا بطبتنا بالفريمل نتاعنا باعواننا بناسنا بقطاع خاص بالتسخير بالتضامن بين المستشفيات. اكثر من سؤال قاعد يطرح على انه مشكله، يبدو انه مشكله اخلاقيه وفينا زاده بالمناسبه. باش نكونوا عمليين، هو قلنا الحوار والدباب بصفه عامه ما تروح حتى مثلا توا في انجلترا وفرنسا اجباريه التلقيح خاصه لاعوان القطاعات الحيويه. نحكيو بالاساس على الصحه، نحكيو زاده على الجيش والشرطه، هذوما هما بالاساس. يعني فما اليوم نقطه لازم ممكن يركزوا عليها الحكام ولا المسؤولين، هي مدى نحن قبولنا الاجباريه التلقيح. لازم نبداو فيه ظهر لي الدباب هذا، على الاقل خط لولين الجيش الابيض على الاقل. على الاقل سفيان بن حميده، معناها انا نحب نقول واللي راو اللي تقول فيه صحيح شكيب، لكن كما يقول المثل العامي نتاعنا البل على كبارها. بالضبط، ان فماش اخلاق في العام راو والحل هو نعمل وعظ اخلاقي مثلا. راو حتى وبس نجي توا للواحد، راو حتى في الدول المتقدمه في فرنسا وكذا من الاول وقت اللي قروا لو بور دو ماسك البافيه من الاول الفرنسيس ما طبقوش. الى فاليو انهم يعملوا عقوبات صارمه ومسوهم في مكاتبهم في فلوسهم باش انه جاوا الاثنيه. كذلك الامريكان، كذلك في العالم الكل، في العالم الكل السكيفي انه فما دوله واقفه وتنفذ وتعمل، وفما دوله اللي ما تحسهاش موجوده واللي تخلي كل شيء يتلاشى. وانا نحب نحكي لنا على الرقم المفزع نتاع نسبه التشائم عند التوانسه، نسبه التشائم هذه اللي وصلت 92%، يعني تقريبا التوانسة الكل مجمعين على التشائم. انا سفيان سؤالي 7% الاخرين من مانيا مش نقولهم لك شكون 8%. انا اقول لك بكل وضوح شفتهمش اكل العباد المستفيدين في العشر سنين الاخرانين، وتنجم تعرفهم بالتور دو تاي متاعهم قداش زاد كروشهم قد ازدزت القدام. لا انا راه مانيش منهم بالرغم والله بخي تغزل كنت طحنا بواحد ب8%. لم اسقط عيوني بالعكس، لا لا اغزل لك في عينيك يا سفيان. الاسباب الاخرى قلت لك طارق شرب كرشو طارق شكون هما 7.2%؟ هذوما المستفيدين كي تنحي الحكومات المتعاقبه اللي هما تقريبا 360 350 350 وعائلاتهم. كي
كي تنحي جماعة المجلس التأسيسي والمجلس النيابي الأول وهو الثاني وعائلاتهم، كي تنحي الكناطرية، كي تنحي الناس المستفيدين اللي ما يخلصوش في اللي زامبو متاعهم متهربين، كي تنحي اللوبيات بأنواعها، راهو مش لوبيات فساد، لا لا، لوبيات متاع قطاعات معينة وكذا، هذم الكل نلقاهم 8% من التوانسة، هذم المستفيدين وهم أقلية، معناها 8% حتى شيء، التوانسة راهم متشائمين والنجم نعمه 92.8% حسابيا في الرياضيات، يعني تقريبا التوانسة الكل يولي لخر الكل حاجة هامشية النجم نطيحها في الماء، يعني ضروري، يعني 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 وهذا التشائم نلقاوه نحسوه في حياتنا اليومية. بجاه ربي كيفاش واحد ما يكونش متشائم وقت اللي تشوف انه في شهر جوان اللي فات ما فماش ولاية ما تقصش عليها الماء، الماء الماء اللي هبطت فيه الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء كيفاش من ما يضربناش تشائم، ما يهزناش الكلنا وقت اللي 271 انقطاع ماء خلال شهر جوان، والوضعية مرشحة باش تزيد تخياب كالعاده. تعرفوش عليه المؤسف هذا، على خاطر عندنا خلينا ليزنجنيور المهندسين نتاعنا في اضراب نفخناهم لمده شهرين، راهو هما يعيطوا يا ولاد يحكيوا معانا، رانا اذا احنا ما نخدموش راي الوضعيه باش تخيب، او تو يجيو قصان الضوء لانه عندنا مشاكل في قبل يوتوزر قصان الماء او بدأ تو تشوفوا كل المشاكل اللي باش تصير جراء انه ما حكيناش وما سمعناش وما حبيناش نسمعوا ليزكسبير وما حبيناش نحلوا المشاكل في بداياتها. والنتيجة لذلك لهذه الوضعية العباد تسيبت وولات حتى تقول انت تخدم ضد روحها، تعال مسيب كيك الماء على البطيخ وكيما، الى درجة انه ولاو حتى الماسك 15 شهر بعد الوباء ومازالوا في نهار واحد، نهار جمعة اللي فاتت البوليسية تخطي 11600 تونسي بسبب عدم ارتداء الماسك البافيت. شو معناها؟ معناها انه التوانسة سيبوا كل شيء، ما عادش مقتنعين بحد شيء لانهم ما يشوفوا قدامهم حد شيء، ما همش يشوفوا في حاجة تخليهم ينجموا. شعبوية ذي برشا، لا 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 ما ليش شعبوية، ليه قاعد تمسح على شعب التونسي؟ لا ما ليش نمسح عليه، على صحتك بس ما فيه، ما ليش نمسح عليه، قاعد في قهوة ناس فوق بعضها وتا حاشر روحك في قهوة وتقولي بعد الحكومة بيها وعليها. إجا نقولك حاجة، خلي الشعب يتحمل مسؤوليته. أراي الشعوب الكلها تتساوى في البهامة وفي الأنانية وفي اللي تحب عليه، لكن مش هو الفرق ما بين الدول. شو الفرق ما بين الدول؟ الفرق ما بين الدول هو في الكاليتي نتاع النخبه نتاعها، هذا هو. راهم الامريكان راهم شعب بهيم، راهو شعب مصدق، لكن اذا شوف النخبه نتاعهم، شوف القيادات نتاعهم، هذا تخدم النخبوية بشي، لا لا هذم يخدموا نهار ونص في النهار من التمييز لفايدتك الشعب اللي بهيم نتاعهم. هذا هو الفرق طبعا بين هذا تفريق. هو الفرق سفيان. احنا عندنا نخبة ماهيش خدامة انانية، ما تخمم كان في روحها، كرشها قاعدة تكبر قدامها، وهما شيخين ما يهمهمش في الشعب المتخلف
اللي هو شعبنا. وممكن هذا اللي يفسر زاد مؤشر الثقة اللي عرف أدنى مستوياته بالنسبة للحكام والمسؤولين وأساسا القيس سعيد شكي بالدرويش ياسر اللي قاله سفيان أوفر برشا أوفر بمعنى صوابع الدين مش كيف كيف، فما الباهي وفما الخايب، كان في الشعب ولا كان في نخبة النخبة ولا صفوة الصفوة كما تقول، وفي الناس هذوما حتى في النخبة برغم أخطائهم والمعايب متاح، لكن ما تصورش أن يتفرجوا شامتين ولا باردين على 15,000 16,000 تونسي توفى، لأنه بصراحة لأنه بدليل أنه عندهم ناسهم وأحبابهم في الناس اللي توفيت، تلقى في نواب برلمان إما أن كومبيتان إما أن كومبيتان وإلا إنفيكاز، لا تقول لي أن كومبيتان معاك، أما مش تقول لي بارد وقلبه ما رقش للناس اللي توفيت وما حسش عليهم، بصراحة بعيدة برشا. وأنا نقول لك حاجة سفيان اللي كنت أقولها لك سبق قالها فاليري جيسكار دستان، وأنا كل ما أقولها لك سفيان فو نافي با لو مونوبول دو كور، بمعنى انك تقول انت بركة حاس على توانسة ونخبتنا كلها في سلة وشكرة واحدة ماشي حاس على الناس توفيت، انا ضد هذا. نرجع الموضوع والمقصود بالنخبة لو تسمحوني شكيب، تقصد بالنخبة طبعا الطبقة الحاكمة اساسا قبل ما نحكيه على مفكرين كتاب ولا حتى نخبة اقتصادية بالاساس على اللي عندها قيادة البلاد. ولا هذا هو مسيري شكيب الدرويش، قلنا ممكن فما علاقة واكيد فما علاقة بين مجزرة الكورونا والتي تعصف بتقريبا شعبية جل السياسيين ما عدا شخص واحد تونجيوهم بعد شوية هو عبد اللطيف المكي، لكن اللي لاحظوا انه مؤشر الثقة متاع قيس سعيد انهار بكل وضوح، طاحت فيه الكورونا بالحق، طاحت فيه الكورونا والجو سابو في الكورونا على فكرة، في باله هو تعرف في باله كان يتفرج وكان يتوقع بتفكيره وقراءته انه الكورونا باش طيب له، انه الكورونا باش تدز معاه، انه الكورونا باش تقف معاه، أن الكورونا باش تأثم وتجرم كل السياسيين والطبقة السياسية وحزاب وبرلمان وهو الكسبان، أن الكورونا باش كله ثنية باش يعدي بها الأجندة بتاعه، شعب يريد ويعرف ما يريد ومن تحت الفوق وكذا وغير. كان يراهن على تعفن الوضع بالكورونا، هو في باله باش تعاون الكورونا وهكا هو باش يجي كالمنقذ، هو في باله ساعة يخلي الأمر يتعفن حتى تولي الناس نجد فيه وتتوسل في الرئيس قيس سعيد، هات الاجنده بتاعك هيك الديمقراطيه من تحت الفوق والشعب يريده وكذا، وكي الشيء اللي قرره هو ورضا لينين في شوش جبل وقت رجمعهم الغلبه والفلس وما عندهمش حق قهوه وكذا وغيره، في باله الكورونا باش تعاونه باش تفتح له الطريق، عبارك الكشاف شفتك اللي هربوا الكناطريه عندهم كشافهم، في باله الكورونا باش طيب له باش تكشف له باش تفتح له، تحت فيه الكورونا لانه الناس كانت تتوقع او الناس تحمل المسؤوليه صح كباقي الطبقه التي تحكم وعندها نصيت البلاد، هذا واحد كانت ناس تتوقع ترافي قيس سعيد القائد الأعلى للصحة في البلاد هذه، القائد الأعلى لمواجهة الكورونا في البلاد هذه، يخرج يعمل إعلانات، الإعلانات تغير مجرى النهر وتغير اتجاه الريح، معناك يعمل إعلانات، إعلانات ضخمة ثقيلة ترج وتهز وتفيق الناس وناس تستكثر الخير بتاعه، إيه إذا به يعمل في إعلانات تافهة رثة سيئة ما جاتش ما لها معنى، تلقى عبد اللطيف المكي خدمته الكورونا وقفته في الكورونا سي لا بيرسيبسيون، تقول هذاك لو بيلان حقيقي ماهوش حقيقي، المحصله صحيحه لا برشا ناس فريق كامل اشتغل معاه، ولكن لا بيرسيبسيون وكان رجل ارقام زاد كان رجل الموجه الاولى، اك الشخص اللي يتعب اك الوجه متعب اك اللي يوصل الليل بالنهار اك الوجه معناها شاحب اك تلقاه يوزع في الليبافات اك اللي زعمه بكى معناها للتوانسه باش يوقظ باش ينبه باش كذا، وبالمناسبه وهذا مهم للنهضويين وتحديدا للنهضة المخازنية مهم، لأنه ناس وقتها تحكي على عبد اللطيف المكي، عبد اللطيف قيادي نهضوي، ما انتبهتش أنه إخواني وأجندة إخوانية والريق اللي تروج فيه عبير موسي، لا قال هذا قريب من الناس في خدمة الناس في نفع الناس، وذاك علاش لم تتحفظ على الموضوع الإخواني ولا المرجعية الإسلامية، وعطات التوانس لعبد اللطيف المكي ثقتها ممكن على بياض ثقتها كاملة، ما اهتزتش بالمناسبة كل استطلاعات تعمل مؤشر ثقة إلا وثبت الرجل هذا في التوبتان في الأولانين في موضوع الثقة، وهذا مهم مهم للنهضة المخازنية اللي ابتعدت على مشاغل الناس وركزت على نسميها النهضة التكتكجية، ركزت على التكتيك والحسابات وغيره وتركت معنا خدمة الناس، تقرب من الناس مهما كن عندك خلفية إسلامية مدنية علمانية تكون في خدمة العباد وصادق، اللي تعمل فيه واللي عمله عبد اللطيف المكي يبدو لي خرج من القلب ووقع في قلوب التوانسة ومؤشر الثقة يشهد بذلك. طارق الكحلاوي، شوف هو نبدأ بالكونستال ولاني اللي ما فهم حتى شك اللي شعبية قيس سعيد ستتأثر بالوضع العام في البلاد، هو لا يمكن أن يكون محصنا من أي تدهور المؤشرات في البلاد، بعكس ربما ما يعتقد
وطبيعي انه باش يتاثر بالوضع العام. هو فينا المو حتى في البيرسيبسيون تاع التوانسه تحب ولا تكره رئيس الدوله يقعد هو في البيرسيبسيون بغض النظر على الصلاحيات الفعليه هو المعني بتسيير العام للدوله بالوضع العام في الدوله، وبالتالي طبيعي الثقه بتاعه بالتالي. لكن انا مش نعمل نيونس، نيونس هي انه الناس تخلط بين الثقه ونوايا التصويت. نوايا التصويت الجمعه التالي امراض مازالت حتى وبعيد قيس سعيد كنت عملت انتخابات رئاسيه مازال معني بالمرتبه الاولى. الثقه وضعيه مختلفه، الثقه هي خليط نتاع مجموعه من الاشياء، نجم واحد شخص بركه يعطي ثقه في شخص واثنين وثلاثه واربعه والشعبيه شويه، حتى المجموعه كل هذه هي تمهيد للتصويت. اي لكن بالنسبه لنوايا التصويت هو مازال في امراض على الاقل الجمعه التالي فقط، وتوا عندها مده هي سيجما داير عندها يذولي ثلاثه ولا اربع شهور ما عادش تخرج نوايا التصويت تخرج نسب الثقه. لكن انا الحاجه اللي الاهم بالنسبه لي انا هو انه زاد الزوز رؤوس اخرى هي موجوده في اسفل الترتيب. يعني علاش قيس سعيد خبر خاطر كان الوحيد اللي موجود في مؤسسه الدوله اللي فما شويه معناتها ثقه فيه. الزوز الاخرين اللي هما السيد راشد الغنوشي والسيد هشام المشيشي واحد 81% واحد 62% اللي هما في اسفل الترتيب على مستوى ثقه. وهنا اهميه دور قيس سعيد، علاش الناس محطة؟ لأن هي مازالت الوحيد كيف ما تقول العقدة فيه النوار، في حين الزوز الأخرين في وضعية أخرى تماما. ولا نحن قبل ما ندخل تو خرج بيان المكتب التنفيذي نتاع حركة النهضة، شو يقول فيه؟ يدعو فيه رئيس الحكومة إلى قيادة مشهورة. الحرب ضد مجلس الشورى اللي تعمل نهار السبت والأحد، قيادة الحرب ضد الكورونا. هي مالها فاش قاعد يعمل أنت تو عنده شهر وشهرين وثلاثة وستة تو تدعوها، ثم شنو هي الحل؟ حكومة سياسية يبدو حسب فهمت وكأنه بريء رئيس الجمهورية من كل الاتهامات. لا ما قلتلكش هو يدفع ثمنه لأنه معني بالضرورة بالتسيير العام للواحد. لكن اللي توا التوانسة قاعدين يقولوا رئيس الجمهورية لم تحرك ساكنا ما تحس شيء. قلتلك وذلك علاش هو وضع تأزم الوباء، يعني هو باش كذلك باش ينعكس يعني عليه شيء. لا هو سيد ما عملش، هو ما عمل شيء، هو ما عملش. قمت بجولة دبلوماسية باش جمع تلقيح. أما مرة أخرى الجيش باش تهبط الجيش يلقى عديد الأشياء كان ينجم يعملها، عديد الأشياء ينجم يعملها. لكن بالنسبة لترتيب المسؤولية التوانسة ترتيبهم المسؤولية لهنا زاد واضح. 81% 62% المشيشي والقيس سعيد الوحيد اللي عنده ثقة. الحاجة نحب نقولها فقط أي. حركة النهضة السردية اللي تحضر فيها اللي الحل في البلاد هو حكومة سياسية فيها وزارتها لكن برئاسة المشيشي، اللي هي كارثة خارج الموضوع. هو يعكس عدم فهمهم لطبيعة الوضعية الحالية. عندك شخص 61% عدم ثقة فيه وتحب تخوض فيه المعركة القادمة. أنا مع حكومة سياسية لكن مش مع رموز الفشل بتاع الفترة اللي فاتت. يعني اليوم النجم يقولوا انه قاعدة تصير هالمصالحة بين حركة النهضة وقيس سعيد بين راشد الغنوشي بالاحرى لا بالعكس سعيد. هو كيقول لك رئاسة المشيشي يحطوا فيه بورتافو. بالعكس يقول لك رئاسة المشيشي حكومة في رئاسة المشيشي بالعكس ما فيهاش مصالحة. حكومة يحبوا يعملوا حكومة سياسية برئاسة المشيشي بالعكس هو فيه مرة أخرى تواصل الصراع بينهم هما وقيس سعيد. لا أما اللي حبيت ألاحظه هو قوس مش نفتحه بالمناسبة انه لازال مشوره ضغط يبدو وألحى على راشد غنوشي فيما يهم حيثيات اللقاء اللي صارت بينه وبين رئيس قيس سعيد، ولازال رئيس حركه النهضه متكتما حول الموضوع هذا. بمعنى يبدو اللي سالتهم انا كيش يفسروا يقراوا التكتم هذا انه فما اشياء عميقه يمكن صارت وتم التداول داخل مشوره انه اللقاء قريب سيجمع راشد غنوشي بالرئيس قيس سعيد، وممكن هذا اللي خلى مصدر استياء الاتحاد عام الشغل انه تحطت في الفريقو المبادره نتاعو، وانه يبدو انه بين الشيخين فيرسيون جديده بصير تسويات جديده. تقول نحن ماشيين نحو الهدنه بين الرجلين. هذه مؤشرات نحن نحكيو في مؤشرات. السيد لازال متكتمة على حيثيات، بمعنى لازال فما امل قائم ود ممكن قد يتصل، فما لقاء قريب يتم الاستعداد ليه. اللي يبدو لي انه فما شيء عميق شويه. اللي باش يحسم موضوع الجمله بتاع تكوين حكومه سياسيه قويه، تم الصمت برئاسه من؟ تم الصمت برئاسة من؟ أنا اللي نعرف داخل المداولات اللي صارت مجلس الشورى التأكيد على أنه مع هشام المشيشي، لكن عدم الإشارة لها في البيان المعلن الرسمي أنه حكومة سياسية برئاسة المشيشي، هذيك النافذة الصغيرة المحلولة ربما في أي مشاورات بينه هو وبين قيس سعيد في المدة الجاية. المؤسف يا سفيان، الحديث السياسي لقانون
المحكمة الدستورية. المؤسف في هذا الكل ممكن وانا نحكيه توا على اللقاءات هذه وهالمشاورات وممكن المباحثات والمفاوضات اللي قاعدة صايرة بين الشيخين ولا الرجلين الأقوى في الدولة التونسية اليوم، انه وكأنه الوباء والوضع الصحي في البلاد ما يهمهمش، يراو رويحهم أرفع من هذا، يراو رويحهم هما يسيروا شؤون أخرى تكون ممكن أنبل وإلا ممكن حتى أقوى. ما فهمتش أنا إسكو قاعدين عايشين معنا حقيقة سفيان؟ هما ما همش عايشين معنا، هذا متأكد، هما في الليبول متاعهم واهتماماتهم وأولوياتهم أولويات سياسية، مش ما نقول السياسوية سلطوية، مش ما نقول السياسوية. الشيء اللي خلى والتوانسة فهموا هذا فهموا في حياتهم اليومية أنه ما عادش يلقاوا الدولة في مكلتهم في صحتهم، وبالتالي يفسر نسبة التشاؤم المرتفعة جدا. يلا شنو نتعسف عليكم، طبعا فقط نختموا بنسبة الثقة اللي متعلقة بعبد اللطيف المكي 39% وقت اللي قيس سعيد لقاه في المرة الثانية 30%. عبد اللطيف المكي اللي يرجع طبعا في خلينا نقولوا في أعين التوانسة كالرجل اللي يعرف يسير الوباء في مراحله الأولى، وهذا كان صحيح بالإدراك وبالأرقام. خلينا نذكر أحلام العبدلي، مرحبا أهلا، نمشيو للزفي. انهارت السبت وبعد وفي أوج الأزمة متاع الكورونا، احنا نشوفوا العباد قاعدة تموت بالمئات تقريبا، وليت العباد البارحة باش نعمل ملاحظة، فما خبر دار على الفيسبوك على أساس وأنه هو فما 180 شخص توفاوا البارح، فبدأت حملات التكذيب والتشكيك وما إلى ذلك، لكن بعد ليك تبين وأنه 116 شخص توفوا، معناها توا من المبكيات في تونس اللي احنا ورينا نعتبره أنه 116 معناها خير من 180، خير من 180 وقت أكيد. اللي هو راهو برشا برشا، لأنه تونس توا تتصدر أخيب وأتعس وأخطر المؤشرات الدولية على مستوى الوباء في العالم. برشا الدول كيف ما قلنا دخلتنا في تصنيفات الحمراء والتصنيفات الخطيرة جدا، فما تعثر في العملية التلقيح باعتبار اعتمدنا نظام الأولوية اللي هو عطلنا نوعا ما. وقت البارح رئيس أخيرا رئيس الجمهورية أشرف على اجتماع بقصر قرطاج طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية خصص للنظر في الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد وأسباب التفشي السريع لجائحة كوفيد-19، فضلا عن الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد أن أثبتت الأرقام عدم نجاعة التدابير المعتمدة في الأشهر الأخيرة والتي لم تؤدي لتحسن الأوضاع، بل على العكس تسببت في مزيد انتشار العدوى وارتفاع عدد الوفيات. نرجع هنا توا لمؤشر الرضا باش نقولوا أنه جزء مرة أخرى كيف ما في كل مرة نقوله أنه جزء من اليوم الفشل متاع تسيير حملة التلقيح ومواجهة كورونا هي التعويل متاع الدولة التونسية من وقت الحكومة متاع إلياس الفخفاق على منظومة كوفاكس. هذه من حاجة من الحاجات اليوم اللي عملت تداعيات خطيرة، وبعدها جت حكومة هشام المشيشي كيف في نفس المجال، واليوم بعد آلاف الموتى وآلاف المؤلفة متاع الموتى احنا اليوم باش نقيم الإجراءات. ماذا كان في اجتماع رئيس الجمهورية بالقيادات الأمنية والعسكرية وما هي نتائجه؟ نسمع رئيس الدولة. لا يمكن أيضا أن نلجأ إلى ما تم اللجوء إليه في السنة الماضية من حجر صحي، هناك أشخاص بؤساء فقراء إذا لم يعمل لا يأكل. نحن في حالة حرب، والحرب لا بد أن ننتصر فيها بإجراءات جديدة. كنا خسرنا معركة فلم نخسر الحرب ولن نخسرها. ومن بين الحلول التي يمكن أن نتداول فيها تقسيم تراب الجمهورية إلى مجموعة من الأقاليم، ولا يمكن أن نحمل قواتنا المسلحة لترتيب الأقاليم ترتيبا تناسليا من الأكثر تضرر إلى الأقل تضرر، من الأكثر تضرر إلى الأقل تضرر. تقسيم البلاد وكأنه معناها البلاد اليوم فيها بلايس متضرة وبلايس مش متضرة، وقت اللي احنا نعرفه أنه اليوم تقريبا الجمهورية التونسية الكل معناها في مؤشرات خطيرة وخطيرة جدا. تويك مستشفى الياسمينات حسب الأخبار اللي قاعدة تتواتر أنه الوضعية متوترة جدا جدا بعد ما اتخذت، هاو خلينا نقول تحنا ننظروا هيت نزيدوا نقسموها الأقاليم. أرو اللي يقول فيه رو مش معقول، بقي حبي قسم بقي حبي قسم اش مازال ما يتقسم فيها البلاد تفاضليا من الأخيب. يا سيدي احسن وضعية في الاقاليم اللي مش تحب تقسمهم
احسن وضعيه هي وضعيه كارثيه. ليه هذا هو صحيح. الواقع كان يوري كان يحكي طارق على الـ 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 الخريطه نتاع تونس حسب الـ الـ الوباء استفحال الوباء. احسن وضعيه هي وضعيه كارثيه كلها في الاحمر الدموي معناها اش تقسم فيها راهي تونس 800 كيلومتر طول على 350 كيلومتر عرض في احسن الحالات. دونك الله يخليك ما تحتاجش التقسيم خذها وحده واحنا نحبوك رئيس الوحده شكيبوك موحد بسرعه شكيب تفضل. لا انا بالتونسيه نتاعنا شو نقولوا بتونسيتنا العزيزه والغاليه نقولوا مرات انه كي تعمل حاجه اعمل حاجه تملى العين ابعد على حاجه البخس. الاجتماع اللي عمله رئيس قيس سعيد هو حاجه البخس. قيس سعيد البارح كان يتكلم على الاجراءات اللي هي معناها الانتقادات الاجراءات اللي تم اتخاذها نسمعه. المواطن لم تعد له ثقه عددا من الاجراءات تؤخذ بعض القرارات دون اعتبار الأوضاع الصحية المتردية التي تزداد تردي ساعة بعد ساعة. هذه الجائحة الجديدة بفيروس جديد صار يطال حتى الأطفال الرضع السياسي. نحن نتحمل المسؤولية كما يتحملها الجندي على جبهة القتال بدون حسابات سياسية وبدون مسرحيات وبدون عمل في القنوات من قبل عدد من الأشخاص المأجورين. إنها الحرب يا مولاي قلنا رئيس الجمهورية طارق. شوف أنا تعرف اللي معناتها عموما الرا لقيس سعيد هو الأقل سوءا في المجموعة اللي موجودة على رأس الدولة على مستوى الكفاءة ولا النزاهة؟ الأقل سوءا على مستوى النية على الأقل وحتى على مستوى اللي الحاجة تحب يعملها. لكن المدة الأخرى فما مجموعة من الاجتماعات اللي قاعد يعمل فيها اللي تعكس القلق متاعه من الفراغ. قاعد يشوف في فراغ ويشوف في ضغط وقاعد في اجتماعات ما عندهاش معنى حقيقي. جزء كبير من الناس تدعى في قيس سعيد الدعمهم مبني عليه شنو ينجم يعمل مش شنو ينجم يقول. وهو قاعد يقول برشا ويهدد برشا ويرفع في السقف برشا من غير ما يعمل برشا حاجات. يعني تصور رئيس قيس سعيد اللي هو خلينا نقول الحاجة الوحيدة اللي فيها أمل في على مستوى مؤسسة الدولة على مستوى على الأقل النية متاعه شنو يحب يعمل. إذا كان باش يواصل بالطريقة هذية باش يضرب أي إمكانية حتى لطرف الأمل اللي موجود. خاطر الحاجات اللي يقول فيها حتى تسخير المساحات الخاصة مثلا اللي هو حاجة باهية يعني واحد يتحدث عن تسخير المساحات الخاصة. لكن هذا الإعلان عليه يعني ورانا باش نعملوه يلزم يكون مبني على أساس هل المساحات الخاصة قابلة تقبل ناس ولا يعني عندها الكاباسيتي ما نحكيش عليه قرارها هي لا الكاباسيتي. هنا هذا يستوجب تنسيق مع الناس اللي قاعدة تتبع. أما القرار بتاع في حد ذاته الإعلان عليه هو في حد ذاته مقبول ومطلوب أنا راه. لكن هل مبني على معطيات دقيقة وإلا يعني حبيت أقول الحاجة الوحيدة اللي قال عليها اللي تنجم تطرح إمكانية التنفيذ هي بيدها. أنا مانيش عارف هل هي مبنية على تشخيص جدي أنها تنجم تتنفذ وإلا لا. هشام الشيشي راهو أعلن للتونس قال لهم اللي يمشي وتحير اللي ما يلقاش في السبيطار يمشي المصحة خاصة. هو على الأقل قال نحب السخ هل هي قادرة توا تستقبل ولا هذا الحب ما تمش تنفيذ. ويجيبوا لي الفاتورة سامحوني يا جماعة باش نتعسف عليكم علاش لأنه الخبر الحقيقة تاريخي. هذه النقطة المضيئة الوحيدة هذا هو بصيص الأمل يجينا من إنجلترا من لندن بالتحديد ويمبلدون أون جابر تقوم بالمعجزة الإنجاز أي نعم معجزة شبه معجزة. اللعبة عربية إفريقية لأول مرة في الدورة الربع النهائي لويمبلدون بعد ما تفوقت على البولونية 7 عالميا 7-5-5-7 طبعا 6-1-6-1 الضربة القاضية جينا من أنس. يعطيك الصحة يا جبار بخوش مرحبا بك. الأخبار الحلوة هذا ما يجيبونا الأخبار الباهية كان الرياضيين والرياضيات
المناشطين والمناشطات الرياضيين متغير تقول رياضيين تصفيقة على الحاضر أنجابر يعطيك صحة خاطر باش نحكيو فيسع على أنجابر خاطر نحات العديد العديد من العمالقة نحكيو على فينوس ويليامز نحكيو على جابريني موغوروتزا اليوم كملت نحات التاسعة عالميا وأول إفريقية وأول عربية توصل لانكار دو فينال نتاع جران شلام نحكيو على دورة ويمبلدون في لندن ألف ألف مبروك الأنجابر نذكروا فيسع تفاصيل 5-7-6-1-6-1 يعطيك الصحة يا بخوش نلقاو من بعد في باقي المواعيد حاجة واحدة أنا أتمنى الرئيس قيس سعيد يهز تليفون يتكلم أنس علاش لأنه أنس تمثل دبلوماسية رياضية والسوفت باور الكلمة اللي ما تدروش أنا عجبتني كلمة الصفحة الرسمية بتاع ويمبلدون حتى أنستوبابل الغير وان شاء الله تقعد انا الحاجه التصويره راهي اللي عملتها كيما البنات اللي حكينا عليهم في البكالوريا نهار الجمعه نفس الحكايه كل حاجه نتاع الامل وسط العتمه اللي نشوفه ونشوفوا الصوره نتاع الملكه القادمه للجروند بروتاني بصفه عامه الملكه وقت اللي قامت تصفق طبعا الملكه الجايه كيت ميدلتون وشفنا قداش الهمت من لعبه ومن خاصة المرأة تونسية عربية وحتى أفريقية شكرا لكم على المتابعة 90 دقيقة بعد الأخبار على EFM ونستقبل أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي اللي كانوا لقاء داير مع رئيس الجمهورية رجعنا عليه بكل التفاصيل